مساء الخير مشاهدينا، مساء الخير لكل أرجاء الوطن العربي. نحن معكم الآن من منطقة أردنية غالية جدا على قلوبنا ولها مكانة كبيرة، فهي منطقة الحضارات، منطقة أم الجمال. هذه المنطقة التي بناها الأنباط العرب بكل فخر، ومن ثم جاءت عليها الحضارة الرومانية وتداولتها أيضا حضارات أخرى. إذن نحن في مكان تجمعت فيه ومرت عليه عدد كبير من الحضارات. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في منطقة أم الجمال من الأردن. يعني الحقيقة لنا أنا سعيدة جدا بأنه حلقتنا في الأردن هذه المرة، أنه الفريق الحقيقة فريق البرنامج الكبير وبالذات في الأردن حرص أن احنا نيجي هذه المنطقة، منطقة جميلة ويعني يمكن من المدخل لانا قالت وفريق البرنامج ننزل هنا ونصور اللوحه اللي مكتوب عليها ام الجمال، والطريق كان سهل الحقيقه، سهل اخذ يعني معنا ساعه ونص من عمان الى ام الجمال، ويبدو كمان انه يعني في تطوير في الطريق لانه مسافلت بشكل جيد جدا، وصور الحقيقه يعني جلاله الملك ولي العهد موجوده، فيعني يبدو انه كانت هناك زيارات وزيارات لهذه المنطقه. المنطقة الحقيقة جميلة، وأنا أول ما دخلت عملت على لنا سائحة، حطيت القبعة وقلت بقى أعيش يعني الأجواء، عايز أعيش الأجواء اللي هي فكرة السائح بعينه. أحيانا أنت بتبقى عايز تعيش فكرة أو تجربة السائح، ماذا سيرى وما هي التعليقات وهيقف عند ايه، ولانا كانت المرشد بتاعي صح يعني الجايد جيد جدا، فكويس كويس تمام. جدا الحقيقه يعني شوفي شافكي المنطقه احنا اجينا الها وشفنا كيف من مدخل مدينه ام الجمال. على فكره اللي بده يوصل منطقه ام الجمال هي بتاخذ من عمان فقط ساعه ونص، زي ما حكت شافكي الطريق سهل ومعبد ويبدو بشكل واضح بانه البلديه مهتمة فيها. احنا رح ناخد جوانبها الأثرية والحضارية مظبوط، وفي شوية أرقام الحقيقة هنقف عندهم، لأنه مش بس هذا الموقع طبعا أم الجمال فيها أكثر من موقع، بنتكلم على 150 مبنى طبعا. فده عدد كبير، نتكلم على مدينة كبيرة، نتكلم على 16 كنيسة موجودين الحقيقة، فده طبعا بيديها كمان فكرة السياحة الدينية تبقى مطروحة بشكل كبير. يعني بنتكلم على التاريخ والحضارات اللي مرت عليها، فأعتقد هي منطقة ومدينة مليئة بالحضارات والتاريخ والأحاديث والكواليس ولذلك تم إدراجها ضمن لائحة التراث على قائمة اليونسكو. وبالمناسبة شافكي هي سابع منطقة أردنية بتدخل على لائحة اليونسكو في التراث، وهذا إنجاز وفخر إلنا. أنا اللي بدي أحكي كمان شافكي، شوفي إحنا بنسميها بالأردني بين قوسين المصطلح باللهجة الأردنية الملقة، الملقة يعني كيف بيستقبلوك أهل المنطقة، فكان استقبال فعلا رائع لفريق حمل بيت للكل من عطوفة رئيس البلدية، من الشباب المهندسين اللي بيشتغلوا في البلدية، من المجتمع المحلي، وفي خلف الكاميرات يمكن إحنا شايفين طبعاً ناس من المجتمع الأجواء الحقيقة الأردنية كلها رائعة، وإحنا نعتبر في محافظة المفرق صح؟ المفرق فالحقيقة برضو فكرة التجول لبيت للكل هي فكرة برضو لأنه أماكننا العربية بديعة وجميلة، فده اللي بيخلينا دائما نتجول في أماكن مختلفة ننقلها لحضراتكم على الشاشة حتى تتعرفوا على كل ما هو ثمين ومليء بالتاريخ والحضارة ونثمن عليه طول الوقت في بيت للكل. أكيد شافكي حتى جاينا مصر، حنروح لمصر، وأي إنجاز لأي دولة عربية شقيقة هو إنجاز إلنا إحنا كمان. مصر غالية على قلوب الأردنيين طبعا. والعلاقات الوثيقة الأردنية المصرية. مصر أيضا لديكم شافكي بعض أيضا من المناطق في مصر والمواقع التي أيضا أدرجت على لائحة التراث في اليونسكو.